إن زيارة الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة لها ما لها من عظيم الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وهو ما رواه لنا أئمة أهل البيت عليهم السلام. فعن الإمام جعفر الصادق أنه قال: من زار الحسين يوم عرفة عارفا بحقه كتب له 1000 حجة و1000 عمرة مقبولة و1000 غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل. وقال أيضا: إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين قبل أهل عرفات ويقضي حوائجهم ويغفر ذنوبهم ويشفعهم في مسائلهم، ثم يأتي أهل عرفة فيفعل بهم ذلك. يا زائرا قبر الحسين بكربلاء سلم عليه، وقف هناك وأنشدي، وأفض دموعك فوق قبر حسينها فعسى تبل فؤادها الظامي الصدي.